بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أبنائي طلاب الشهادة الثانوية، نرحب بكم في سلسلة منصات طرال للشباب التعليمية بالكيمياء برعاية مدارس رواد اليمن، وحرصا منا ومن إدارة المدرسة على تواصلكم وضمن سلسلة دروس الكيمياء النووية الدرس الثاني، يتمثل بطاقة الترابط النووي وحساباتها. قد يتساءل الكثير بأن النواة صغيرة جدا وتحتوي على جسيمات شحنتها من نفس النوع موجبة، ما الذي يمنع تنافر البروتونات في النواة رغم أن شحنتها موجبة؟ لابد أن يحدث تنافر بين البروتونات مع بعضها البعض، ولكن هناك قوة أو طاقة تتغلب على هذا التنافر. هذه الطاقة تسمى طاقة الترابط النووي. إذن عندما نتساءل علل عدم تنافر البروتونات في النواة، السبب طاقة الترابط النووي الناتجة من تحول جزء من الكتلة إلى طاقة، والتي تسهم في التغلب على هذا التنافر، لأن هناك أسباب أخرى غير طاقة الترابط النووي تمنع التنافر. على هذا الأساس تعرف طاقة الترابط النووي، لها أكثر من تعريف. التعريف الأول هي الطاقة اللازمة لربط مكونات النواة ببعضها البعض، أو الطاقة اللازمة لتفتيت النواة إلى مكوناتها البروتونات والنيوترونات تفتيتا تاما، او ممكن نقول الطاقة اللازمة لفصل النواة الى مكوناتها. التعريف الثالث الطاقة المفقودة او المتحررة عند بناء النواة من مكوناتها، اللي هي النيوكليونات البروتونات والنيوترونات. معروف أبناء الطلاب أنه في التفاعلات النووية الكتلة تتحول إلى طاقة أو الطاقة تتحول إلى كتلة حسب نظرية إينشتاين في الفيزياء، حيث أنه عند تفتيت النواة أي عند فصل النواة إلى مكوناتها تزداد الكتلة بسبب تحول الطاقة إلى كتلة، وفي هذه الحالة الكتلة الزائدة تعادل طاقة الترابط النووي. بينما عند بناء النواة من مكوناتها تقل الكتلة. ما هو السبب؟ تحول جزء من الكتلة إلى طاقة، حيث أن الكتلة المفقودة تعادل طاقة الترابط النووي. إذن هناك سؤال يتكرر، لماذا كتلة النواة أقل بجزء ضئيل من كتلة مكوناتها وهي منفصلة؟ لماذا كتلة النواة أقل بجزء ضئيل من كتلة مكوناتها وهي منفصلة؟ السبب عند بناء النواة من مكوناتها اللي هي البروتونات والنيوترونات جزء ضئيل من الكتلة يتحول إلى طاقة ترابط نووي. السبب عند بناء النواة من مكوناتها جزء ضئيل من الكتلة يتحول إلى طاقة ترابط نووي، وهذه الطاقة هي التي تمنع تنافر البروتونات
في نواة الذرة. ولحساب طاقة الترابط النووي أبناء الطلاب، هناك بعض الملاحظات والقوانين الهامة التي تساعدك في الحسابات النووية. معروف أن تعدد المسميات والمصطلحات يلعب دوراً كبيراً في طبيعة الأسئلة وخاصة الحسابات الكيميائية. فمثلاً هناك عدة مسميات للكتلة، تسمى الكتلة المفقودة التي يرمز لها بالرمز كاف، تسمى بالنقص في الكتلة، وأيضاً الكتلة الضائعة، وكذلك الكتلة المتحولة إلى طاقة، وتسمى أيضاً الفرق بين الكتلة المحسوبة والكتلة الفعلية، وتسمى أيضاً الفرق بين كتلة النواة وكتلة مكوناتها منفصلة. والكتلة المحسوبة تسمى أيضاً الكتلة النظرية أو الكتلة المحسوبة نظرياً، وأيضاً تسمى مجموع كتل جسيمات الإلكترونات والبروتونات والنيترونات. تسمى الكتلة الفعلية أيضاً بالكتلة المقاسة، ويسمى مجموع عدد البروتونات والنيترونات بأسماء متعددة، منها العدد الكتلي، وعدد النيوكليونات، عدد الجسيمات النووية، الكتلة الذرية، وأيضا مكونات النواة. أيضا ما يساعد على الحسابات النووية أيضا بعض الملاحظات وتحويلات الوحدات. الملاحظة الأولى، عندما تكون الكتلة كاف بالكيلو جرام وسرعة الضوء متر تربيع لكل ثانية تربيع، فإن خلاصة وحدة كيلو جرام في متر تربيع لكل ثانية تربيع، الوحدة المقابلة هي الجول، تكون الوحدة المقابلة هي جول. الملاحظة الثانية، لتحويل الكتلة من وحدة كيلو جرام إلى وحدة كتلة ذرية. ماذا يقصد بوحدة كتلة ذرية؟ وحدة كتلة ذرية هي وحدة صغيرة جدا لقياس الكتلة. لتحويل الكتلة من كيلو جرام، من وحدة كيلو جرام إلى وحدة كتلة ذرية أو تسمى وحدة الكتلة الذرية، بالضرب في 1.6605 في 10 والسالب 27، والرقم أو المعامل هذا ثابت غالبا يعطى في السؤال. لتحويل وحدة الطاقة من وحدة صغيرة مليون إلكترون فولت إلى جول، بالضرب في 1.6 في 10 والسالب 13، والمعامل هذا أيضا غالبا يعطى في السؤال. لتحويل وحدة الطاقة من وحدة صغيرة مليون إلكترون فولت إلى وحدة جول، بالضرب في 1.6 في 10 والسالب 13، والعكس، لتحويل وحدة الطاقة من جول إلى مليون إلكترون فولت بالقسمة على نفس المعامل اللي هو 1.6 في 10 والسالب 13. إذن نقطتين مهمة أعزائي الطلاب، تعدد المسميات مطلوب التركيز عليها، وأيضا تحويل الوحدات. ولحساب طاقة الترابط النووي العلاقات الرياضية تقريبا الهامة هي
الثلاثة الموجودة أمامكم. الأولى الكترة المفقودة اللي قلنا لها عدة مسميات، الكترة المفقودة تساوي الكترة المحسوبة نظريا ناقص الكترة المقاسة عمليا. هذا القانون الأول لحساب الكترة المفقودة، تساوي الكترة المحسوبة نظريا ناقص الكترة المقاسة عمليا. أما لحساب طاقة الترابط النووي، تساوي الكترة المفقودة في مربع سرعة الضوء. طاقة الترابط النووي لاحظوا تساوي كاف الكترة المفقودة في عين تربيع اللي هي مربع سرعة الضوء. ومن هذه العلاقة يمكن حساب الكتلة إذا كانت مجهولة تساوي طاقة الترابط على مربع سرعة الضوء. لحساب متوسط طاقة الترابط النووي تساوي طاقة الترابط النووي في عدد النيوكليونات. متوسط طاقة الترابط النووي تساوي طاقة الترابط النووي على عدد النيوكليونات. ومن هذه العلاقة نفسها عند حساب أو ضرب طرفين في وسطين ممكن نحسب طاقة الترابط النووي تساوي متوسط طاقة الترابط النووي في عدد النيوكليونات، اعتمادا على الملاحظات السابقة وهذه العلاقات الرياضية الثلاث. يبقى أبنائي الطلاب عند إجابتك على أي سؤال حسابي، يعني أي مسألة حسابية، مطلوب الحرص على التالي. أولاً اقرأ السؤال بتمعن، دقق في الألفاظ والمصطلحات والوحدات. اقرأ السؤال بتمعن، دقق في الألفاظ والمصطلحات والوحدات، حدد مطلوب السؤال أي المجهول، اكتب العلاقة الرياضية أو القانون المناسب للحل، تأكد من صحة الحسابات واكتب وحدة الناتج. ملاحظات مهمة تساعدكم في الحسابات سواء موضوع الحسابات النووية أو أي حسابات أخرى. نبدأ في الأمثلة المتعلقة بحسابات طاقة الترابط النووي، وهذا مثال الكتاب شامل لكل الحسابات، وبعدها نأخذ أمثلة أخرى. المثال: إذا علمت أن الكتلة الفعلية أي الكترة المقاسة، ركزوا على الألفاظ، الكترة الفعلية هي الكترة المقاسة لنواة ذرة الهيليوم تساوي 4.00260 وحدة الكتلة الذرية أو وحدة كتلة ذرية. إذا هذه الكتلة الفعلية معطى السؤال، وكتلة البروتون الواحد والنيوترون الواحد والإلكترون الواحد على الترتيب، هذه كتلة البروتون 1.00727 والنيوترون 1.00866 والإلكترون معروف أن الإلكترونات خفيفة جدا، كتلتها خفيفة جدا تقريبا 5 × 10,000 وحدة كتلة ذرية. ضمن المعطيات: سرعة الضوء 3.8 متر لكل ثانية، ووحدة الكتلة الذرية تساوي العلاقة اللي قلنا عليها 1.6605 في 10^27 كيلو جرام، ومليون إلكترون فولت تساوي 1.6 × 10^13 جول.
المطلوب الأول احسب النقص في الكتلة اللي هي الكتلة المفقودة بوحدة كيلو جرام. اثنين احسب طاقة الترابط النووي بوحدة مليون إلكترون فولت. وثلاثة احسب متوسط طاقة الترابط النووي بوحدة مليون إلكترون فولت. للوصول إلى النقص في الكتلة نرجع إلى الخلف. لاحظوا أبنائي الطلاب أن الكتلة المفقودة تساوي الكتلة المحسوبة نظريا ناقصا الكتلة المقاسة عمليا. الكتلة المقاسة عمليا معطى في السؤال، بينما الكتلة المحسوبة نظريا غير موجودة. كيف يمكن حساب الكتلة المحسوبة نظريا؟ الكتلة المحسوبة هي مجموع كتلة البروتونات زائدا النيترونات زائدا الإلكترونات. مرة أخرى، الكتلة المحسوبة نظريا هي تساوي كتلة البروتونات زائدا كتلة النيترونات زائدا كتلة الإلكترونات. إذن أولا من خلال السؤال يلاحظ أن النواة المعنية هي نواة الهيليوم. ما هي المعلومات والأرقام التي تستنتجها أعزائي الطلاب من خلال هذا الرمز؟ تحتوي نواة على 2 بروتون. الرقم السفلي هو العدد الذري وهو عدد البروتونات وهو أيضا عدد الإلكترونات. الرقم العلوي هو العدد الكتلي وهو عدد النيوكليونات، أي البروتونات زائدا النيترونات. الفرق بين العدد الكتلي والعدد الذري 4 ناقص 2 يساوي 2 نيترون. مرة أخرى، تحتوي نواة الهيليوم على 2 بروتون و2 إلكترون أيضا و2 نيترون، 4 ناقص 2 نيترون. إذن لابد أولا من حساب كتلة البروتونات وكتلة النيترونات وكتلة الإلكترونات. كتلة البروتونات بشكل عام تساوي كتلة البروتون الواحد في عدد البروتونات. عدد البروتونات 2، كتلة البروتون الواحد معطى في السؤال، قيمة ثابتة. الناتج يساوي 2.014552. كتلة النيترونات يساوي عددها، أي عدد النيترونات 2.4 ناقص 2 في كتلة النيترون الواحد، قيمة ثابتة معطى في السؤال. هذه كتلة النيترونات تقريبا 2.01733. وكتلة الإلكترونات أيضا ساوي عددها 2 في كتلة الإلكترون الواحد المعطى في السؤال، يساوي هذا الرقم. بعد حساب كتلة البروتونات زائدا النيترونات زائدا الإلكترونات، حاصل جمع كتلة هذه الجسيمات مجموع كتل الجسيمات تساوي الكتلة المحسوبة. حاصل جمع كتلة البروتونات زائد النيترونات زائد الإلكترونات يساوي الكتلة المحسوبة 4.032979. وحدة كتلة ذرية أو وحدة الكتلة الذرية. أصبح لدينا أبنائي الطلاب الكتلة المحسوبة صارت معلومة، والكتلة الفعلية معطى في السؤال. إذا الفرق بين
الكتلة المحسوبة والكتلة الفعلية يساوي النقص في الكتلة أو الكتلة المفقودة. النقص في الكتلة أو الكتلة المفقودة تساوي الكتلة المحسوبة ناقصا الكتلة الفعلية. هذه الكتلة المحسوبة اللي أمامكم الآن والكتلة ناقصا الكتلة الفعلية المعطى بالسؤال، الفرق بينهما الناتج هو كتلة اللي هي النقص في الكتلة، ولكن بوحدة كتلة ذرية. مطلوب في السؤال النقص في الكتلة أو الكتلة المفقودة ولكن بوحدة كيلو جرام. حسبنا النقص في الكتلة اللي هي الكتلة المفقودة، الكتلة المحسوبة نظريا ناقصة الكتلة الفعلية المقاسة بوحدة كتلة ذرية. الكتلة المفقودة بالكيلو جرام لتحويل، نكرر هذه النقطة اللي أخذناها سابقا، لتحويل وحدة الكتلة الذرية إلى كيلو جرام بالضرب في هذا المعامل الذي يعطى بالسؤال. إذن هذه الخطوة فقط الغرض منها تحويل الكتلة من كيلو جرام إلى من وحدة كتلة ذرية إلى كيلو جرام بالضرب في هذا المعامل. وهذا الناتج الآن الكتلة المفقودة تساوي 0.05445 في 10 أس سالب 27 كيلو جرام. هذه الفقرة الأولى المطلوبة. اثنين، المجهول الثاني أو المطلوب الثاني، كيف تحسب ابن الطالب أو الطالبة كيف تحسب طاقة الترابط النووي؟ قانون مهم جدا مطلوب التركيز. الكتلة المفقودة طاقة الترابط النووي تساوي الكتلة المفقودة في مربع سرعة الضوء. هذا قانون حساب طاقة الترابط النووي بدلالة الكتلة المفقودة وعين التربيع اللي هي مربع سرعة الضوء. كلاهما معلوم. الكتلة المفقودة اللي حسبناها في الخطوة الأولى في سرعة الضوء 3 معطى بالسؤال، مربع 3 9 و10 أس 8 مربع 10 أس 16. إذا طاقة الترابط النووي تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. القيمة عندما مكرر الملاحظة هذه لتحويل وحدة، عندما تكون الكتلة بالكيلو جرام وعين تربيع متر تربيع لكل ثانية تربيع، فإن الوحدة وحدة الطاقة المقابلة تكون جول، لأن معروف أن كيلو جرام متر تربيع لكل ثانية تربيع هو وحدة جول. مطلوب حساب طاقة الترابط النووي بوحدة مليون إلكترون فولت. هذه ملاحظة مكررة، لتحويل وحدة جول إلى مليون إلكترون فولت بالقسمة على هذا المعامل 1.6 في 10 أس سالب 13. إذن طاقة الترابط النووي بوحدة مليون إلكترون فولت تساوي طاقة الترابط النووي بوحدة جول مقسوما أو مقسم على 1.6 في 10 أس سالب 13. هذه هي طاقة الترابط النووي 28.375 من 1000 مليون إلكترون فولت، ومليون إلكترون فولت هي وحدة صغيرة لقياس الطاقة وليس قيمة. انتهت المسألة الثانية. هذه لحساب متوسط طاقة الترابط النووي. من السهل جدا أبنائي الطلاب حساب متوسط طاقة الترابط النووي من خلال هذه العلاقة. متوسط طاقة الترابط النووي تساوي طاقة الترابط النووي على عدد النيوكليونات
اللي هي العدد الكتلي، طاقة الترابط النووي اللي حسبناها في الخطوة الأولى، وعدد النيوكليونات اللي هو العدد الكتلي معطى في السؤال بالنسبة لنواة الهيليوم عندما ترجع للسؤال يساوي 4. إذا طاقة الترابط النووي على العدد الكتلي يساوي متوسط طاقة الترابط النووي. ما الفرق أبنائي؟ ما هو الفرق بين طاقة الترابط ومتوسط طاقة الترابط؟ طاقة الترابط هي طاقة لازمة لربط مكونات النواة، كل الجسيمات النووية اللي هي البروتونات والنيترونات، بينما متوسط طاقة الترابط النووي هي طاقة الترابط لجسيم واحد في نواته، أو الطاقة اللازمة لثبات واستقرار النيوكليون الواحد. كل بروتون أو نيوترون واحد يسمى نيوكليون أو يسمى جسيم نووي. كل بروتون أو نيوترون يسمى جسيم نووي. مرة أخرى، ما هو الفرق بين طاقة الترابط ومتوسط طاقة الترابط؟ طاقة الترابط هي طاقة لربط مكونات النواة أو الجسيمات النووية كلها، أي لكل الجسيمات النووية، لكل البروتونات والنيترونات، بينما متوسط طاقة الترابط النووي هي طاقة الترابط لجسيم واحد، أي لبروتون واحد أو نيترون واحد في النواة، أو هي الطاقة اللازمة لثبات واستقرار النيوكليون الواحد. هذا طبعا أبنائي الطلاب كان مثال شامل لحساب الطاقة للترابط النووي، مثال موجود في الكتاب، وهو عبارة عن 3 مسائل ويشمل كل حسابات طاقة الترابط النووي. هذه الآن أسئلة إضافية على حساب طاقة الترابط. سؤال اختبار مكرر، احسب طاقة الترابط النووي مقدرة بالجول. إذا علمت أن متوسط طاقة الترابط النووي لنواة اليورانيوم عددها الكتلي 235 والذرة 92 تساوي 7.6 مليون إلكترون فولت، وبعدين أعطاك معلومة في السؤال أن كل واحد مليون إلكترون فولت يساوي 1.6 في 10^13 جول. مثل ما قلنا مطلوب التركيز والتمعن في الألفاظ والوحدات. هنا مطلوب حساب طاقة الترابط النووي ولكن بوحدة جول بدلالة متوسط طاقة الترابط النووي. هناك طريقتين لحساب طاقة الترابط النووي أبنائي الطلاب. الطريقة الأولى طاقة الترابط النووي تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، لكن في هذا المثال أو السؤال لا يتوفر الكتلة، معلومة عن الكتلة أو سرعة الضوء، إذن ما ينفعش استخدام طاقة الترابط تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. بدلالة متوسط طاقة الترابط النووي فإن طاقة الترابط النووي تساوي متوسط طاقة الترابط النووي في عدد النيوكليونات اللي هو العدد الكتلي، وكلاهما معطى في السؤال. متوسط طاقة الترابط 7.6 معطى في السؤال، في عدد النيوكليونات اللي هو العدد الكتلي الموجود، العدد العلوي المرافق لرمز العنصر، بينما العدد الذري هذا لا يستخدم في الحسابات إلا إذا طلب في السؤال عدد النيوترونات. في هذه الحالة نقول عدد النيوترونات تساوي العدد الكتلي ناقصا العدد الذري.
أما في هذه الحسابات فإن العد الذري لا يستخدم، يستخدم العد الكتلي أي عدد النيوكليونات أي الجسيمات النووية اللي هو العلوي. مرة أخرى، طاقة الترابط النووي تساوي متوسط طاقة الترابط النووي في عدد النيوكليونات العد الكتلي. متوسط الطاقة معطى في السؤال 7.6 لكن بوحدة مليون إلكترون فولت، لابد أن يتحول إلى وحدة جول. لتحويل وحدة مليون إلكترون فولت إلى جول بالضرب في هذا المعامل المعطى في السؤال. إذن هذه فقرة لتحويل وحدة مليون إلكترون فولت إلى جول بالضرب في 1.6 في 10^13. القيمة النهائية تساوي طبعا 7.6 هي متوسط طاقة الترابط في 235 عدد النيوكليونات العدد الكتلي، وهذا الرقم 1.6 في 10^13 لتحويل وحدة ملي إلكترون فولت إلى جول. هذه القيمة النهائية 2857.6 من 10 في 10^13 جول. نشوف سؤال آخر وما هي الفكرة في هذا السؤال. مطلوب التركيز. لاحظوا أبنائي الطلاب السؤال: إذا علمت أن طاقة الترابط النووي لنواة عنصر معذرة أبنائي الطلاب، إذا علمت أن طاقة الترابط النووي لنواة العنصر X العدد الذري 20 يعني عدد البروتونات 20، إذن طاقة الترابط النووي تساوي 54.73 من 100 في 10^12 جول. طاقة الترابط النووي معطى بالسؤال الوحدة جول، وطاقة الترابط لجسيم واحد في نواته ماذا تستنتج ابني أو بنتي من خلال هذا الكلام؟ طاقة الترابط لجسيم واحد في نواته، هذا معناه أن هذا الرقم 8.55% هو متوسط طاقة الترابط النووي من خلال صيغة السؤال. هذا هو تعريف متوسط طاقة الترابط 8.55 مليون إلكترون فولت. المطلوب احسب عدد النيوترونات. لحساب عدد النيوترونات يساوي العدد الكتلي ناقصا العدد الذري. العدد الكتلي مجهول بينما العدد الذري معلوم، إذن لابد أولا من كيفية الوصول إلى العدد الكتلي. العدد الكتلي اللي هو عدد النيوكليونات يساوي طاقة الترابط النووي على متوسط طاقة الترابط النووي، وكلاهما معلوم في السؤال. هذه طاقة الترابط النووي وهذه متوسط طاقة الترابط النووي، لكن الوحدات ليس متطابقة. الترابط النووي معطى بوحدة جول، بينما متوسط طاقة الترابط معطى بوحدة مليون إلكترون فولت. إذا لابد من توحيد الوحدات أي تحويل واحدة منهما إلى الآخر. حولنا هنا في هذه الفقرة طاقة الترابط النووي، حولناها من جول إلى مليون إلكترون فولت، وقلنا لتحويل الجول إلى مليون إلكترون فولت هذه طاقة الترابط بالجول نحولها إلى مليون إلكترون فولت بالقسمة على 1.6 في 10^13، صارت طاقة الترابط النووي بوحدة جول بوحدة مليون إلكترون فولت معلومة.
ومتوسط طاقة الترابط النووي 8.55 بنفس الوحدة. إذن عدد النيوكليونات اللي هو العدد الكتلي يساوي طاقة الترابط على متوسط طاقة الترابط. هذه طاقة الترابط بعد تحويلها إلى وحدة مليون إلكترون فولت، وهذه متوسط طاقة الترابط، الناتج 40 نيوكليون أو 40 جسيم نووي. يعني البروتونات والنيوترونات مع بعض عددها 40 جسيم، البروتونات زائدا النيوترونات. إذا كان العدد الكتلي 40 والذرة 20، فإن عدد النيوترونات يساوي عدد النيوكليونات اللي هو العدد الكتلي ناقصا العدد الذري. وهذا أشرنا إليه في الحصة الماضية، قلنا معلومات مهمة جدا. العدد الكتلي العلوي ناقص العدد الذري السفلي، الفرق بينهما يطلع أو يعطي عدد النيوترونات. الكتلي 40 ناقص الذري 20، الناتج 20 نيوترون. طلعنا عدد النيوكليونات 40، وإذن عدد النيوترونات يساوي 20. إذن نرحب بكم مرة أخرى أبنائي الطلاب، وحرصا من مدارس رواد اليمن الدولية للتواصل معكم ضمن سلسلة الأستاذ طلال الشوافي التعليمية في الكيمياء. لازلنا في حسابات تتعلق بطاقة ومتوسط طاقة الترابط النووي. هذا سؤال لحساب الكتلة الضائعة أو النقص في الكتلة. لاحظوا لي، كررنا 5 تقريبا مسميات للكتلة الضائعة أو النقص في الكتلة، وهذا شيء مهم جدا في موضوع المسائل والحسابات الكيميائية. مطلوب هنا أحسب الكتلة الضائعة أي النقص في الكتلة لنواة العنصر X عدده الكتلي 182. إذا علمت أن متوسط طاقة الترابط أو الربط النووي، كلاهما صحيح، نقول طاقة الترابط أو الربط النووي تساوي 12.16 من 100 في 10^13 جول، وسرعة الضوء تساوي 3/10^8 متر لكل ثانية. مطلوب هنا الكتلة المفقودة. لحساب الكتلة المفقودة أو النقص في الكتلة تساوي طاقة الترابط النووي على مربع سرعة الضوء أي على التربيع، لكن طاقة الترابط النووي مجهولة في السؤال، يعني غير معطى في السؤال. إذن أولا لابد من حساب طاقة الترابط النووي. طاقة الترابط النووي تساوي متوسط طاقة الترابط النووي في عدد النيوكليونات. طاقة الترابط النووي تساوي متوسط طاقة الترابط في عدد النيوكليونات. معطى في السؤال متوسط طاقة الترابط، هذه متوسط طاقة الترابط المعطى في السؤال، وعدد النيوكليونات قلنا العدد الكتلي العلوي 182. إذن لأن طاقة الترابط النووي معطى بالجول، يعني متوسط الطاقة معطى بالجول، إذن طاقة الترابط أيضا تكون هنا جول. النقص في الكتلة أو الكتلة المفقودة أو الكتلة الضائعة تساوي طاقة الترابط النووي على مربع سرعة الضوء. هذه طاقة الترابط النووي بعد حسابها في الخطوة الأولى
نعوض بدل طاقة الترابط النووي وسرعة الضوء 3 × 10^8. إذن عين تربيع يعني مربع سرعة الضوء 9، مربع 3 9، مربع 10^8 × 10^16. حاصل قسمك طاقة الترابط على مربع سرعة الضوء الناتج هو الكتلة الضائعة والنقص في الكتلة يساوي 245.9 × 10^29 كيلو جرام. معروف هنا الأس سالب 13 وهنا سالب 16 بإشارة مخالفة إلى البسط. حاصل جمع الأسس سالب 13 وهنا سالب 16 يساوي سالب 29 وهنا حاصل الضرب. إذن هذه الكتلة المفقودة بوحدة كيلو جرام، الوحدة الكتلة المفقودة بوحدة كيلو جرام. وأخيرا أبنائي يجب أن يكون لكم نصيب في هذا الموضوع من خلال حاول الإجابة على هذا السؤال. شوفوا الفكرة في السؤال ما هي، سؤال مهم. نواة عنصر كتلتها المفقودة 42 من 1000 وحدة كتلة ذرية وطاقة الترابط لجسيم واحد في نواته، يعني هذه الآن هي متوسط طاقة الترابط 5.6 مليون إلكترون فولت، والمطلوب احسب عدد الجسيمات النووية، يعني كم بروتونات ونيترونات، كم العدد الكتلي، علما أن سرعة الضوء 3×10^8 متر لكل ثانية ووحدة كتلة ذرية تساوي 1.6605 × 10^27 كيلو جرام. نكتفي بهذا القدر أبنائي الطلاب، ونتمنى أن نكون قد وفقنا برعاية مدارس رواد اليمن التواصل معكم، ونتمنى لكم السلامة والعافية من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.